إذن لا تنمية دون تحقق مفهوم الأمن والأمن الشامل بشكل كبير، وهذا ما حدث خلال السنوات الماضية، ويعتبر فصلا من أهم فصول حكاية وطن، تحقيق الأمن والاستقرار ما بعد عام 2011. السيد الرئيس تحدث بشكل مباشر وصريح في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي أن محاولات تفكيك الدولة انعكست سلبا للأسف الشديد على استقرار الدولة المصرية، بالرغم من ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة. فيما يتعلق بالجانب الأمني، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، يعني إشارات واضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا من خلال مداخلة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنجازات كبيرة تمت على الأرض لتحقيق مفهوم الأمن الشامل الذي يتطلع وكان يتطلع إليه بشكل كبير المواطن المصري خلال الأعوام الماضية. كيف ترى جهود الدولة على الصعيد الأمني؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل عام وقواتنا المسلحة ورجالها البواسل ومصر بخير بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر. يعني عايز أوضح لحضرتك أن 9 سنوات مرت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مرحلة مفصلية من تاريخ مصر الحديث. طبعا دي شهدت العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت مصر خلال تلك الفترة، خاصة طبعا بعد أحداث يناير 2011 وما تلاها من أحداث وتطورات مثلت تهديدا صريحا وواضحا للأمن القومي المصري. طبعا كان الملف الأمني من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية. طبعا القيادة السياسية واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة جيشنا العظيم ورجال الشرطة المخلصين لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة التي نعيشها. عايز أقول لحضرتك أن وضوح رؤية القيادة السياسية وتماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب حول قيادته ورؤيته وسياساته تظل حائط الصد الأقوى الكفيل بإحباط أي مؤامرات ضد الوطن، وستظل مصر باقية بشعبها ورجالها المخلصين. وزير الداخلية تحدث عن الثمن الذي دفعناه جميعا، تحدث عن 1194 شهيد من أبناء الداخلية المصرية سقطوا خلال السنوات الماضية دفاعا وصونا للأمن والاستقرار في مصر. الحديث هنا عن التكامل والتعاون مع القوات المسلحة، لأنه تم القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة، وللأسف كان في بدايات أو بعد أحداث 2011 كان هناك محاولات كما أشار السيد الرئيس للوقيعة ما بين الجيش والشرطة أو القوات المسلحة ووزارة الداخلية. عايز أقول لحضرتك نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة والمخلصة للدولة في تلك الفترة الخطيرة والهامة التي مرت ومر بها الوطن، في جعل كافة أجهزة وجهات ووزارات الدولة يدا واحدة، تعاون شامل بين الجيش والشرطة والشعب، كل يقف يدا واحدة في مواجهة الإرهاب الأسود. طبعا قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة المدنية قدموا العديد من التضحيات ومئات الشهداء من خيرة أبنائنا ومن العناصر الشرفاء، كل ذلك فداء لمصر وللمصريين. أيضا الشعب المصري قدم العديد من التضحيات لحفظ الأمن واستعادة الاستقرار. عايز أقول لحضرتك أن إعادة بناء المنظومة الأمنية كلف مصر الكثير، ودفع رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الثمن، والثمن كان باهظا وهو دماء أبنائهم المخلصين. أبناء رجال الجيش ورجال الشرطة مين؟ هم أخواتنا، هم أهلنا، هم ناسنا. يعني عايز أقول لحضرتك التعاون والإيد الواحدة خلت محاولات الوقيعة والفتنة بين رجال القوات المسلحة والشرطة باءت بالفشل. وزير الداخلية أيضا اللواء محمود توفيق أكد على أن الدولة المصرية كانت تقوم بالقضاء على الإرهاب، وفي مسار آخر تقوم بعملية تنمية شاملة. هذه المعادلة كيف تحققت؟ العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وفي نفس الوقت الاستمرار في بناء واستكمال المشاريع القومية الكبرى. عايز أقول لحضرتك أن اللي حصل أو اللي جرى في الحرب على الإرهاب والقتال الذي قام به رجال الشرطة والجيش لا يقل عن أي قتال قامت به مصر في معارك سابقة.
يعني عايز اقولها لحضرتك باللغه العاميه، اللي اتعمل في الحرب على الارهاب لا يقل ابدا عن اللي اتعمل في نصر اكتوبر. يعني مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجهودات جباره لتحقيق الامن عبر القضاء على الارهاب والتطرف والاكاذيب والشائعات التي حاولت ضرب استقرار البلاد، لكن كل ذلك باء بالفشل. يعني التاريخ هيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي اعلانه ان مكافحه الارهاب حق انساني، والتاكيد على اهميه تعاون وتكامل الجهود الاقليميه والدوليه لضبط كل من يوفر ملاذا امنا للارهابيين، سواء لممارسه الانشطه الاجراميه او الدعائيه التي تهدد امن وسلامه الدول بصفه عامه. يمكن بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الارهاب، اعتمدت وزاره الداخليه مسارا كان متوازنا ومتكاملا لمكافحه الارهاب والجريمه ايضا. يعني هناك كان تفاعل وتعاون جماهيري كبير، يمكن ده كان ليه دور كبير من خلال المواطنين الشرفاء وتعاونهم مع رجال القوات المسلحه والشرطه في مواجهه الارهاب. يعني يمكن خطه الامن اعتمدت على محورين اساسيين، الاول هو محور الامن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقيه للتنظيمات الارهابيه واجهاض مخططاتها، يمكن المحور الثاني هو سرعه ضبط العناصر عقب ارتكاب الاعمال الارهابيه، وده من خلال الاعتماد على احدث الاساليب العلميه والتكنولوجيه في البحث والتحري. ويمكن اجهزه الامن المصري رفضت تحركات التنظيمات الارهابيه اللي بتعتمد على استغلال محيط اقليمي يشهد حاله من التوتر والعنف، وطبعا كان بيعد نقطه انطلاق لزعزعه استقرار الدوله المصريه، سواء من التسلل عبر الحدود وما شاهدناه من اقتحام للحدود المصريه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي.